20 كورنر محمد دحام تلعب رياح بهي براسه يعني زي بيحطها لكن بيبعدها سانك بير امام المرمى ترجع الكره ما زالت حايره ما بين اللاعبين لكن الانتظام لصالح نادي الشباب هجمه عكسيه سانك بير الان محاوله الان الى سيزار سيزار بيتقدم بيحطها الله 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 نجاي نجاي الى سيزار اوسينو وقراءة وصناعة ما بين ثنائي الرعب الشبابي شوف نجاي وشوف الى سيزار سيزار شوف حطها قوية حطها قوية حطها قوية ما تأخروا فيها المرعبين في هذا الهجوم الشبابي في أول هجمة عكسية شبابية بيحقق المضمون بيحقق المضمون أوسينو سيزار إلى هدف أول في المباراة هدف أول في المباراة بدقيقة